ماذا قالوا عنها؟ ليبرتا فواياج خدمتها تويتكم وتفرح بتعليقاتكم على الفيسبوك. نبدأ بتعليق ليلى اللي كتبت تقول أنتم الأفضل. ومحمد منصف تحدث على العمرة اللي قضاها مع ليبرتا وكانت راقية من حيث المعاملة والتنقل والسكن. ربي فضلكم، أحسن الخدمات إن شاء الله عودة مع ليبرتا. هذا كان تعليق حليمة. رابع تعليق يجينا من عفيفة اللي شكرت ليبرتا على مجهودها ودعات ربي يكتب لها عمرة معاها. حسين ادعى ليبرتا انها تنظم رحلات حج مادام عندها الكفاءات والامكانيات وخدماتها تتميز بالحرفية. اخر تعليق يجينا من زينب اللي دعات انه ربي يرزقها عمرة مع ليبرتا. ليبرتا فواياج حجاجنا ومعتمرينا في مم عينينا.